السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، طلاب تالت ثانوي. في الفيديو ده إن شاء الله هنشرح مع بعض تركيب الجهاز العضلي والقطعة العضلية. إحنا عندنا الجهاز العضلي بيتكون من أكتر من 620 عضلة، أكتر من 620 عضلة هيكلية. يعني الجهاز العضلي كله بيكون حوالي أكتر من 620 عضلة موجودة في جسم الإنسان. لو مسكنا أي عضلة من العضلات دول وجينا إن إحنا قطعناها كده بالمنظر ده، فنلاحظ إن دي كده العضلة اهيت متصلة بالعظمة، يعني دي كده عظمة بص كده عظمة، فطبعا ده بيكون اللي بيوصلهم من بعض ده وتر، ودي كده العضلة. العضلة دي لو جينا قطعناها كده ونبص جواها نلاحظ إنها بتتكون مجموعة من الحزم العضلية، يعني دي كده حزمة عضلية ودي كده حزمة عضلية ودي كده حزمة عضلية ودي حزمة عضلية ودي حزمة عضلية وهكذا. لو جينا مسكنا حزمة عضلية من دول وبدأنا إن إحنا نكبرها نلاحظ إن هي بتتكون من حاجة اسمها ألياف عضلية، يعني دي كده اسمها ليفة عضلية، ليفة عضلية. طيب كل ليفة عضلية بيكون جواها لوييفات، تصغير ليفة لوييفة، يعني كلمة لوييفة تصغير لليفة، فدي كده اسمها لوييفة عضلية، لوييفة عضلية. يبقى تاني كده انا معايا جسم الانسان كله بيتكون من اكتر من 620 عضلة هيكلية، فتبقى الوحدة التركيبية بتاعة الجهاز العضلي هي العضلة، الوحدة التركيبية بتاعة الجهاز العضلي هي العضلة. طيب ماشي. طيب احنا لو مسكنا عضلة من العضلات الهيكلية دول، يعني كلمة عضلة هيكلية يعني متصلة بالهيكل العظمي اللي هو ادي الهيكل، دي عظمة اهي، تمام، طبعا بتتصل بيها عن طريق الوتر، فدي كده عضلة. العضلة دي لما نكبرها أو لما نمسكها إن احنا نقطعها من النص كده عشان نبص فيها هنلاحظ إن هي بتتكون من حزم وعائية، دي كده الحزم الإيه؟ الحزم الوعائية، تمام. كل الحزمة يعني حزمة مع حزمة مع حزمة بتكون لي عضلة، فلما نمسك حزمة ونبدأ إن احنا نقطعها كده برضه اهيت عشان نبص جواها هنلاحظ إن هي بتتكون مجموعة من الألياف، يعني دي كده عبارة عن اهيت ألياف. ألياف إيه؟ ألياف عضلية، تمام. فهناخد ليفة عضلية من دول أهي، دي كده ليفة عضلية من اللي إحنا من اللي موجودة جوه الحزمة، هنلاحظ إن هي بتتكون من لوييفات عضلية، يعني دي كده عبارة عن لوييفات، تصغير ليفة لوييفات، لوييفات. الليفة الواحدة ده أهي بيكون فيها من 1000 لـ2000، من 1000 إلى 2000 لوييفة عضلية، يعني الليفة الواحدة بيكون أقل عدد فيها هو 1000 وأكتر عدد فيها 2000، وبيكون متوسط عدد اللوييفات اللي فيها 1500 اللي هم النص بتاعته 1500، تمام. وصلت الحتة دي؟ طيب مبدئيا كده لو أنا عايز أجيب لك سؤال على المسألة دي دلوقتي لما أقول لك إيه مثلا، إيه بص كده ركز معايا، لو أنا معايا عضلة، العضلة دي بيكون فيها مثلا 5 حزم عضلية، 5 حزم عضلية، الحزمة الواحدة بيكون فيها مثلا 10 ألياف عضلية، يبقى العضلة دي عايز أقل عدد ممكن، أقل عدد ممكن، بص كده بقى، عايز أقل عدد من اللوييفات وأكتر عدد من اللويفات، وعايز متوسط عدد اللويفات. والله دلوقتي عشان أجيب اللويفات دي كلها أنا محتاج إن أنا أجيب الألياف. طيب هي العضلة دي فيها كام ليفة؟ هو قال لك إن العضلة بيكون فيها 5 حزم، العضلة فيها 5 حزم، والحزمة الواحدة منهم بيكون فيها 10 ألياف عضلية. يبقى كده العضلة دي فيها كام؟ هنضرب 5 في 10، يبقى كده العضلة دي هيكون فيها 5 في 10 هيكون فيها 50 ليفة، ليفة عضلية. طيب والليفة الواحدة ده اهي أقل عدد بيكون 1000، الليفة الواحدة خلي بالك بيكون أقل عدد من الليفات بيكون 1000، وأكتر عدد من الليفات بيكون 2000، والمتوسط بيكون 1500 بس. يبقى أقل عدد من الليفات هضرب كام؟ هضرب 50 في 1000،
يبقى أقل عدد من الليفات هيكون معايا كام؟ هيكون معايا 50,000. 50,000، لأ نمسح كده الحتة دي ونكتب 50 براحتنا، يبقى يكون معايا 50، 2، 3، 4، 50,000. طب وأكتر عدد من الليفات هضرب 50 في 2000، هضرب 50 في 2 يبقى كده 100,000. طب متوسط هضرب 50 في 1500 هيدوني 75,000. 75,000، 75,000. وصلت الحتة دي؟ يبقى نرجع تاني للمعلومة بتاعتنا. احنا قلنا ان جسم الانسان بيكون فيه اكتر من 620 عضلة هيكلية، فتبقى الوحدة التركيبية للجهاز العضلي هي العضلة. طيب لو مسكنا عضلة من دول وجينا نبص عليها، العضلة دي وجينا قطعناها لقيناها بتتكون مجموعة من الحزم العضلية، كل حزمة بيكون فيها مجموعة من الألياف، كل اللي فيها ليفة بيكون فيها مجموعة من الليفات العضلية، والليفة الواحدة بيكون فيها أقل عدد هو 1000 ليفة وأكتر عدد 2000 ليفة، ويبقى متوسط عدد الليفات 1500. طيب احنا عندنا كده الوحدة التركيبية بقى بتاعة العضلة ده هي الليفة العضلية. الوحدة التركيبية بتاعة العضلة هي الليفة العضلية، دي الحتة دي كده هرجع لها تاني. الوحدة التركيبية هي الليفة العضلية، يعني دي كده اسمها ليفة، الليفة أو الخلية العضلية. طيب كلمة عضلة باللاتيني معناها ساركو، ساركو يعني عضلة. طيب وبالتالي دلوقتي الغشاء بتاع الليفة العضلية ده، الغشاء بتاع الليفة العضلية كلمة غشاء معناها لمة، معناها لمة، فيبقى لمة معناها غشاء. فأنا عايز أقول غشاء الليفة العضلية، الغشاء بتاع الليفة العضلية هو الغشاء اللي بيحميها من بره دهوت اسمه ساركوليمة، أهو اسمه ساركوليمة. يعني إيه ساركوليمة؟ يعني غشاء الليفة أو الخلية العضلية، غشاء الليفة العضلية اسمه ساركوليم. طيب بيكون جواها سيتوبلازم، بيكون جوه الخلية أو الليفة دي سيتوبلازم وميتوكوندريا وعضيات، فالسيتوبلازم بتاع الخلية العضلية بيكون اسمه ساركوبلازم، بيكون اسمه ساركوبلازم. يبقى يعني ايه ساركوبلازم؟ هو السيتوبلازم اللي بيكون موجود في الليفة العضلية اللي هي الوحدة التركيبية بتاعة العضلة، تمام، اللي هي الخلية العضلية برضو. طب الغشاء اللي بيحيط بيها غشاء يعني لمة، فاكرين النيورو لمة في الجهاز العصبي اللي هو الغشاء بتاع الليفة العصبية. طيب هنا برضو نفس الفكرة، لمة يعني غشاء وساركو يعني عضلة، هيبقى غشاء الليفة العضلية ساركو لمة. طيب الشبكة، الشبكة الاندوبلازمية، فاكرين الشبكة الاندوبلازمية اللي بتكون موجودة في الخلية العضلية برضو اسمها الشبكة الساركوبلازمية، فهمنا كلمة ساركو معناها عضلة. طيب العضلة دي بتتكون من كام؟ بتتكون من لويفات عضلية، اهي لويفات عضلية اللي قلنا بيكون من 1000 لـ2000. طيب لو مسكنا اللويفات العضلية دي جينا نبص هنلاحظ إن هي بتتكون من حاجة اسمها قطع عضلية، قطع عضلية، وكلمة عضل يعني ساركو، وكلمة قطعة كنا واخدينها في سنة أولى لما كنا بندرس حاجة اسمها بوليمير ومونيمير اللي هو البوليمر والمونيمر. كلمة مير اللي موجودة في كلمة بوليمر أو مونيمر معناها قطعة أو جزيء، قطعة أو جزيء. وبالتالي القطع العضلية ممكن أقول عليها ساركومير، ساركومير. يبقى أنا كده معايا القطع العضلية اسمها إيه؟ ساركومير. طيب تعالى كده نمسك عضلة، بص بقى واحدة واحدة، دي كده عضلة هيكلية أهي، عضلة هيكلية اللي هي الوحدة التركيبية بتاعة الجهاز العضلي. لما أجي أقطعها كده من هنا وأبص فيها بالمنظر ده كده هلاحظ ان هي بتتكون مجموعة من الحزم اهي، يبقى دي كده حزم عضلية. لما اجي امسك حزمة من دول اهيت واجي ابص فيها، اجي ابص فيها هلاحظ ان هي بتتكون من ايه؟ هلاحظ ان هي بتتكون من ليفة، يعني دي كده حزم عضلية، دي كده عضلة ودي كده حزم عضلية. هبدأ ان انا ابص جواها الاحظ ان جواها الياف، يعني دي كده الياف ايه؟ عضلية اهي، دي اسمها الياف عضلية، دي كده ليفة عضلية وليفة عضلية وليفة عضلية وليفة عضلية وليفة عضلية. طيب لما امسك الليفة العضلية دي وابدأ ان انا اهي خدت ليفة وبدأت ان انا اكبرها وابص جواها هنا كده هلاحظ ان هي بتتكون من لييفات، يعني دي كده لييفات عضلية اهي. اقل عدد بيكون 1000
واكتر عدد بيكون 2000 والمتوسط بيكون 1500. طب لو انا مسكت الريفه من دول اهي، دي ريفه من الريفات، وبدات ان انا اكبرها، هلاحظ ان هي بتتكون من حاجه اسمها ساركومير. ساركومير يعني قطع عضليه، اهي دي قطع عضليه ودي قطع عضليه ودي قطع عضليه، تمام. جيت بعد كده بقى اكبر القطع العضليه، هلاحظ ان هي بتتكون من حاجه اسمها خيوط، خيوط بروتينيه، خيوط بروتينيه. فبلاحظ ان في خيط رفيع اهوت، ده كده خيط رفيع اهو اهو اسمه اكتين، وفي خيط عريض اهوت اللون البرتقالي ده اسمه ميوسين. ده خيط بروتيني وده خيط بروتيني، واللي خط اللي بيكون شكله متعرج كده ده اسمه خط زد، وده برضو خط بروتيني، خط بروتيني بروتيني اسمه زد اهو، خط متعرج اسمه زد. فتبقى القطعة العضلية هي المسافة اللي موجودة ما بين خطين زد، المسافة اللي بتكون موجودة ما بين خطين زد، ادي ده خط زد اهوت وده خط زد اهوت، بتبقى القطعة العضلية هي المسافة اللي بتكون موجودة ما بين خطين زد. بتتكون من ايه؟ بتتكون من خيوط بروتينية، خيوط رفيعة اسمها اكتين اهيت، وخيوط تخينة اهيت اسمها ميوسين. طيب ايه الصفة المشتركة ما بين الاكتين والميوسين؟ ان هما الاتنين الوحدة البنائية بتاعتهم هي الاحماض الامينية، لانهم عبارة عن خيوط بروتينية، يعني بروتين، يعني الوحدة البنائية بتاعتهم احماض امينية. طيب يعني دلوقتي تعالى كده نرسم قطعة، قطعة عضلية، هرسمها الاول وبعد كده اقول لك عاملة ازاي. عايزين نزود صفحة، نرجع كده للرسمة دي، تعالى نرسم هنا كده قطعة عضلية. بص ادي ده خط زد اهوت، نجيب خط زد باللون الاسود، خط زد متعرج، يبقى القطعة العضلية اللي اسمها ساركومير هي القطع اللي بتكون موجودة ما بين خطين زد، ده خط زد وده خط زد. طيب بتحتوي بقى على نوعين من الخيوط البروتينية، خيوط رفيعة اسمها أكتين أهو، خط رفيع اسمه أكتين أهوت، خط رفيع اسمه أكتين، يبقى الخيط الرفيع ده كده اسمه أكتين، وخيوط تانية عريضة اسمها ميوسين أهي، دي كده خيوط عريضة اسمها ميوسين. يبقى ده اسمه ميوسين. طيب القطعة دي لما بنيجي نبص عليها تحت الميكروسكوب، يعني انا بديها ضوء كده من تحت اهو، الميكروسكوب ده بيكون بيعتمد طبعا على الاضاءة، فبيكون في ضوء من تحت، وانا باجي ابص عليها من هنا كده، انا اجي ببص عليها من فوق، فبلاحظ ان في حتت بتكون مضيئة وفي حتت بتكون عتمة وفي حتت بتكون بين البنين، يعني ولا هي مضيئة ولا هي عتمة. يعني انا لما باجي ابص عليها من فوق كده بلاحظ ان المنطقة دي كده، ركز معايا ركز معايا، بلاحظ ان المنطقة دي اللي بيكون فيها الخيوط الرفيعة بتكون مضيئة، بتكون مضيئة، فبرمز لها بالرمز اتش. لكن انت عارف لما باجي ابص هنا من فوق وبلاحظ ان الخطوط العريضة ده، بلاحظ ان هي مظلمة او داكنة، مظلمة او داكنة، فبرمز لها بالرمز ايه. بس في النص كده باجي هنا في النص في الحتة دي كده، وبلاحظ ان يكون في حتة هي، بص بداية اهي حتة المنطقة دي، هي بتكون مظلمة وكل حاجة بس بتكون شبه مظيئة، يعني مش مظلمة قوي ومش مضيئة قوي، فبنقول عليها شبه، شبه اهيت، شبه مضيئة او شبه مظلمة، فبرمز لها بالرمز اتش. يبقى انا دلوقتي معايا ثلاث مناطق، منطقة مضيئة برمز لها بالرمز اي، منطقة مظلمة كلها على بعضها برمز لها بالرمز اي، منطقة شبه مضيئة برمز لها بالرمز اتش، وخلي بالك هي جزء من المنطقة اي. فيبقى كده المنطقة اللي بيكون فيها خيوط الاكتين بس برمز لها بالرمز اي، والمنطقة اللي بيكون فيها خيوط الميوسين برمز لها بالرمز اي. لا خلي بالك، المنطقة اللي بيكون فيها ميوسين كل اي منطقه فيها ميوسين برمز لها بالرمز ايه. طب والمنطقه اللي بيكون فيها ميوسين
فقط ميوسين بس، برمز لها برمز اتش. تمام، يعني اي منطقه فيها ميوسين، ميوسين مع اكتين او ميوسين لوحده، برمز لها برمز ايه. علشان كده اتش بتكون جزء من ايه، هي اتش هي الجزء اللي بالاخضر ده جزء من ايه. تمام، طيب يبقى كده، يبقى كده لو انا هاجي ابص بقى، لو انا معايا مثلا كذا قطعه عضليه، ده كده الخط زد اهوت، وده خط زد اهوت، وده خط زد، وده خط زد. في الحاله دي كده كم عدد خطوط زد؟ كم عدد خطوط زد؟ ادي 1 2 3 4، يبقى انا كده معايا 4 خطوط زد. طيب 4 خطوط زد بكام منطقه، بكام قطعه عضليه، كم قطعه عضليه؟ دي كده اسمها قطعه عضليه، ادي 1 2 3. ايه ده؟ يعني كده القطعه العضليه بتساوي زد ناقص 1، يعني بتساوي 3. طيب انا معايا كده كام منطقه مظلمه، كام منطقه مظلمه؟ بص كده كام منطقه ايه، ادي 1 2 3، يعني كده ايه برضو بتساوي القطعه العضليه، بتساوي عدد القطع العضليه بتساوي 3. طيب انا كان كده كان معايا كام منطقه اتش اللي هي شايف المضيئه، اتش والله بتبقى جزء اصلا من المنطقه الداكنه اللي هي ايه، ادي كده 1 2 3، برضو اتش دي بتساوي ايه، بتساوي 3. طيب انا كده كان معايا كام منطقه، معايا كام منطقه اي، يعني كام منطقه مضيئه. بص دي كده 1 2 3 4، يعني كده اي بتساوي 4. يعني كده اقدر اقسمهم لفرقتين، ايوه اقسمهم لفرقتين، الزد والاي هما اللي دايما بيكونوا زياده 1، لكن القطع العضليه بتساوي المنطقه الداكنه بتساوي المنطقه شبه المضيئه، كلهم هما اللي بيكونوا ناقص 1، هما اللي بيكونوا اقل 1. بس في ملحوظه بقى هنا عايز اقول لك عليها، عايز اقول لك ان الاي ده اهي لها حوار تاني خالص. الاي ده اهي بتنقسم الى نوعين، بتنقسم الى نوعين، نوع بيكون كامل يعني منطقه اي كامله، وفي منطقه بنقول عليها منطقه اي غير كامله. ما اصل بص احنا عندنا، تعالى كده نمسك القطعه العضليه، القطعه مثلا دي او الخط الزد ده، بص هنا بيكون في خيوط اكتين من هنا وخيوط اكتين من هنا، فالقطعه اي بتبقى كامله اهي على الناحيتين، فدي اي كامله، ودي نفس الفكره اي كامله اهي، دي اي كامله ودي كده اي كامله. لكن تعالى نبص الحته دي، بيكون من هنا بس، بيكون من هنا، لكن هنا مفيش حاجه اهي، هنا برضو بيكون في من هنا بس خيوط اكتين من هنا، لكن هنا مفيش حاجه. ففي الحاله دي دايما لما القطع العضليه دي بتبتدي من عند زد وتنتهي عند زد، فيكون دايما الاي الغير كامله بتساوي 2. تمام، والكامله بقى بنقص الاي ناقص 2، يعني تبقى اي ناقص 2. ففي الحاله دي كده انا معايا كل الاي 4، الغير كامل منهم 2 اهيت، واحده اهيت والتانية اهيت، والكامل منهم هنعد بقى اللي في النص، هناقص الأربعة ناقص الاتنين اللي هما برضه، أدي 1 اهيت كاملة والتانية كاملة، يبقى كده الكامل 2. يبقى خلي بالنا من أي دي نفهمها، في منها كامل وفي منها غير كامل. طب أنا لو جيت هنا كده، بص برضه خلي بالك هنا، قلت لك إن دي عاملة كده، ساعتها لأ، ساعتها بقى دي كده هتكون أي كاملة أهي، دي كده هتكون أي كاملة. يبقى خلي بالك ولو جيت من هنا عملتها كده تبقى دي أي كاملة. تمام، فهمت الحته دي؟ طيب تعالى نراجع كده سريعا على الرسمه بقى، يعني على صوره. بص كده اهو، ده كده خط زد، ده كده خط زد، وده كده خط زد، يبقى اللي ما بين خط زد والتاني اسمها قطعه عضليه او اسمها ساركومير. طيب بيكون في خيوط رفيعه اهي اسمها اكتين، الاكتين دي بتكون لي المنطقه المضيئه اللي هي اه، بيكون في خيوط عريضه اهي، خيوط سميكه اسمها ميوسين، بحفظها بتلاتة ميم، ميوسين بتكون مظلمة وبتكون مليانة، يعني هي الخطوط السميكة المليانة، ميوسين مليانة مظلمة، ميوسين مليانة مظلمة. تمام، طب تعال نشوف بقى المناطق. يبقى كده أنا عندي المنطقة دي اللي هي منطقة أي المضيئة، المنطقة الكاملة الكبيرة دي على بعضها هي المنطقة إيه الداكنة، بيكون في جزء منها اهوت اللي بيكون فيه الميوسين بس اتش، ودي برضه هتكون المنطقه اي المضيئه. تمام، يبقى دي كده الخيوط الايه، الخيوط البروتينيه، الخيوط البروتينيه. طيب العضلات عندي 3 انواع، بيكون في عضلات هيكليه وعضلات قلبيه وعضلات ملساء.
العضلات الهيكلية هي العضلات اللي بتكون متصلة بالهيكل العظمي، فبتكون عضلات إرادية. إنما عضلات قلبية أنا مقدرش أتحكم في عضلات قلبي، فبتكون عضلات ذاتية يعني غير إرادية. والعضلات الملساء دي بتكون عضلات برضو زي مثلا بتكون موجودة في جدار الأمعاء، بتعمل حركة اسمها الحركة الدودية، واللي بتكون برضو في موجودة في الأوعية الدموية، أوعية دموية بالتحديد بتكون موجودة في الشريان، تمام، يعني بتسبب انتقال الدم. فبرضو بتكون عضلات ذاتية، يعني ذاتية يعني غير إرادية. طيب العضلات الإرادية بتكون متصلة بالعظم، وبالتالي بيكون عندها أوتار، بتتصل بأوتار، لكن العضلات دي مش بتتصل بأوتار، ودي برضو مش بتتصل بأوتار. طيب العضلات الإرادية بتكون مخططة، أهي مخططة. يعني إيه مخططة؟ يعني عندها الخيوط البروتينية، هي بتلاقي مخططة أهي خيوط بروتينية. برضو العضلات القلبية بتكون برضو مخططة، أهي بنلاحظ إنها مخططة، يعني عندها أكتين وميوسين. لكن العضلات الملساء ما عندهاش خيوط ولا أكتين ولا ميوسين، بالرغم إن في تجارب علمية أثبتت يعني إن بيكون فيها خيوط شبه الأكتين، بس لحد دلوقتي إحنا بناخدها على أساس إن هي إيه، غير مخططة. اسمها أصلا عضلات ملساء، عضلات ملساء غير مخططة. بص، العضلات الملساء والعضلات القلبية هي عضلات لا إرادية، يعني ذاتية، يعني بتنقبض وبتنبسط لوحدها من غير ما اتحكم فيها، فالانقباض بتاعها والانبساط بتاعها بيكون منظم انا ما بتحكمش فيه. وبالتالي هي يا دوبك وظيفتها في الحياة انها تعمل بوم بام بوم بام، يعني تنقبض وتنبسط، مش اكتر من كده. وبتنقبض وتنبسط بانتظام علشان خاطر بقى تضخ الدم زي اللي في القلب، او خاطر تعمل حركة دودية زي الاوعية الدموية. واحنا عندنا اللي بيتحكم في الانقباض والانبساط، اللي هي يعني بص نقدر نقول اللي بيسيطر على الانقباض والانبساط او التناغم بتاع الانقباض والانبساط هي النواة. وبالتالي العضلات الملساء ده والعضلات القلبية بيكون فيها نواة واحدة، دي بيكون فيها نواة واحدة ودي بيكون فيها نواة واحدة، الخلية الواحدة بيكون فيها نواة واحدة. ليه؟ لان هي خلاص هي بتنظم نفسها، فمش محتاجة حاجة تنظمها، فكفاية قوي عليها عضلة، كفاية عليها قوي نواة واحدة. لكن العضلات الارادية ده بيتحكم فيها واحد مجنون اللي هو الانسان، اللي هو احنا يعني. فالانسان ممكن يحرك ايده يمين شمال، يرفع ايده يشكل بايديه يعمل، فاصبح ان فيه محتاجين اكتر من حاجة تسيطر على الحركة، نواة واحدة مش كفاية. وبالتالي الليفة او الخلية العضلية الهيكلية بتحتوي على اكتر من نواة، يكون فيها اكتر من نواة، تمام. يبقى دي برضو المميزات او الفرق او الاختلافات ما بين العضلات الاراديه اللي هي الهيكليه. احنا عامه هندرس اصلا العضله الهيكليه، دراستنا تكون على العضله الهيكليه اللي بتحتوي على خيوط الاكتين والميوسين، بالرغم من ان العضلات القلبيه برضو بتحتوي على اكتين وميوسين. من ضمن الاسئله اللي قابلتني وانتشرت كتيره جدا، اللي هو بيقول لك العضله اللي بتكون مسؤوله عن التوازن بتكون مسؤوله عن توازن الجسم هي بتكون عضلات هيكليه. برضه عشان اساعدك ان انت تحفظ، افرض مثلا جاب لك عضله انا ما قلتلكش عليها، يعني مثلا ايه، عضله زي عضله الرحم. عضله الرحم دي هيكليه ولا قلبيه ولا ملساء؟ لا دي عضله ملساء. بص، العضله الهيكليه هي اي عضله متصله بهيكل الانسان، بالهيكل، بالجهاز العظمي، تمام، دي نقول عليها عضله هيكليه متصله بالهيكل. طب العضله القلبيه هي اي عضله موجوده في القلب، اي عضله بقى تانية مش متصله بالهيكل ومش موجوده في القلب تبقى عضله ملساء. يبقى دي قاعده معاك، يبقى الرحم ده مش متصل بالهيكل، موجود في القلب، لا مش موجود في القلب، تبقى عضلاته ايه، عضلاته ملساء. الاوعيه الدمويه مش موجوده في القلب، مش متصله بالعظم، تبقى كده عضلات ملساء، تمام. المثانه برضو عضلات ملساء. طيب نيجي بعد كده لايه، خلاص كده خلصنا العضلات، احنا خدنا كده تركيب العضله، وهنكمل بعد كده ان شاء الله شرح الانقباض العضلي.